صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 37 لسنة 2024 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 22 لسنة 2022 بتنظيم وزارة شؤون الكهرباء والماء وذلك بناء على عرض وزير شؤون الكهرباء والماء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يلغى البند ثانيا من المادة الأولى من المرسوم رقم 22 لسنة 2022 لتنظيم وزارة شؤون الكهرباء والماء